هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. قرار جديد من الكاف بخصوص مباراة الوداد ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي. استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد الرياضي ومضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، وأكدت مصادر متطابقة بأن المباراة ستجرى يوم السبت 7 مايو المقبل بداية من الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الفريقان في نفس المجموعة، علما أن لقاء الجولة الثانية كان قد انتهى بانتصار الأنغوليين بهدفين مقابل هدف قبل أن ينتصر الفريق الودادي في الجولة السادسة والأخيرة بخماسية مقابل هدف وحيد في الدار البيضاء. يذكر أن فريق الوداد الرياضي تجاوز شباب الوزداد الجزائري في دوري الربع، في حين تأهل بيترو على حساب ماميلودي ساندونس الجنوب إفريقي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.